السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم طلابي في جميع محافظات مصر ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض الدرس التاني للصف الرابع الابتدائي ودرس اسمه التراث الثقافي واول سؤال عندنا اكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة رقم واحد يحتفل سكان نقط بعيد حصاد التمور والزيتون في منتصف اكتوبر المفروض اول ما اشوف كلمة التمور والزيتون اعرف على طول ان دي واحد انا سمعكم بتقولوا واحد سيوة لان في واحد سيوة منتصف يعني اكن كده خمستاشر عشرة اللي هو طبعا شهر اكتوبر بيحتفلوا بعيد اسمه عيد السياحة سنة رابعة كله يركز عيد السياحة ده اللي هو طبعا بيجذب السياح عشان يشوفوا حصاد التمور والزيتون من واحد اهل سيوة يعد التراث نقط امتدادا للحضارة المصرية القديمة في تراث اتكلمنا عنه من التراث الثقافي هو التراث النوبي والتراث النوبي هو تكمله او حلقه لحضارتنا اللي هي الحضاره المصريه القديمه وما ننساش ان في منظمه جت اسمها منظمه اليونسكو وعملت للنوبه طبعا متحف النوبه وكل يركز موجود فين في اسوان من اشهر الالات الموسيقيه المستخدمه في مدن القناه احنا اتفقنا مع بعض ان مدن القناه هنعمل ثلاث اسهم كده كله يركز معايا قناه السويس يبقى افتكر بالقناه السويس واللي فيها س و سين دي بور سعيد واخر حاجه اسماعيلية يبقى انا كده ده عنده مدن القناه عندي ثلاثه ايه هما السويس وبورسعيد واسماعيليه يا ترى يا مستر ايه الاله الموسيقيه المشهوره هناك سواء في بورسعيد او السويس او اسماعيليه انا سامعكم بتقولوا السمسميه وطبعا اتسمت بالسمسميه لان هي صغيره في الحجم وبكده عرفنا ان اشهر الالات الموسيقيه المستخدمه في مدن القناه السمسميه وعلى فكره السمسميه هي اله مشهوره لرقصه هنتكلم عنها واكيد انتوا عارفينها اسمها رقصه البامبوتيه ركز بقى معايا هنا اسمها رقصه ايه البامبوتيه يبقى مدن القناه مشهورين برقصه شعبيه اسمها رقصه البامبوتيه على اله السمسميه في اسماعيليه نقولها تاني رقصه البامبوتيه على اله السمسميه موجودة في اسماعيلية وبورسعيد والسويس بامبوتية سمسمية اسماعيلية تعالوا بقى نشوف سؤال رقم خمسة يشتهر سكان نقط بإنشاد السيرة الهلالية أنا سايبكم كده تفكروا السيرة الهلالية يرجع لواحد اسمه أبو زيت الهلالي واحد من السعيد يبقى دول سكان السعيد ودول كان عمل طبعا ملحمة كبيرة بيحبوا يقولوها الرا الراوي وبنسمعها طبعا على آلة جميلة اسمها آلة الربابة آلة ايه؟ الربابة يبقى تاني يا سنة رابعة يشتهر سكان نقط بإنشاد السيرة الهلالية سكان الصعيد أنشأت الدولة متحف السيرة الهلالية مستر الصعيد يبقى على طول محافظة من ثلاث حروف محافظة قنا تم إدراك فن نقط على قائمة التراث العالمي لليونسكو في فن جميل كده في الصعيد اسمه فن التحطيب وقلنا التحطيب اللي هم طبعا بنشوفهم كده الصعيدة وهم بيمسكوا العصيان وبيبتدوا يعملوا فن من الفنون الجميلة جدا وهو فن التحطيب وعارفينه من زمان جدا أفكركم بسرعة أيام الملك من حطب الثالث من أشهر الفنون الشعبية في محافظتي هنا كل بقى واحد هيكتب حسب محافظته يعني لو أنت في الصعيد هتكتب فن التحطيب تمام ولو انت ركز بقى معايا هنا احنا قلنا اتفقنا لو انت في الصعيد هيبقى فن التحطيب طب في فن تاني يا مستر اه في فن تاني اللي هو طبعا في مدن القناة عندهم حاجة اسمها الرقصة البامبوتية يبقى هنا بنختار الفنون الشعبية حسب محافظتك أنشأت منظمة نقط متحف النوبة للحفاظ على الحضارة النوبية أول ما أقول لك منظمة على طول هتقول لي يا مستر اليونسكو وآخر حاجة تؤدي سباقات نقط إلى تنشيط السياحة وهي طبعا أكيد أنا سمعكم بتقولوا الهجن اللي هي الجمال وأكيد سمعتوا عنها في تنشيط السياحة فين في سينا نكمل أسئلتنا يتشابه أهل سينا صح وغلط مع واحد سيوة في اللهجة هنا اكيد انا سامعكم بتقولوا الاجابه خطا ليه بقى لان سينا لهجتهم انا سامعكم بتقولها اللغه او اللهجه بتاعتهم اللهجه السيناويه لكن في واحد سيوه الامازيغيه والامازيغيه هي دوله المغرب واخدين منهم طبعا اللغه لان المغرب هي اللغه الرسميه عندها هي اللغه الامازيغيه ومعناها الرجل النبيل يبقى كده عرفنا مع بعض ان في واحد سيوه مختلفه لهجتها عن اهل سينا رقم اثنين تنشط السياحة في واحد سيوة في شهر أكتوبر لسه حلنا فوق يبقى الإجابة صح رقم ثلاثة يحتفل النوبيون بالنوبيين باليوم العالمي للنوبة في شهر يوليو في شهر سبعة بردك الإجابة صح لأن احنا لو رجعنا سبعة سبعة هنلاقي كده شهر يوليو شهر يوليو اللي بيحصل فيه بنلاقي النوبيين بيحتفلوا بيوم عالمي للنوبة يبقى الإجابة زي ما اتفقنا مع بعض صواب يرجع فن التحطيب للمصريين القدماء انا قلت من ايام الملك امنحطب الثالث فالاجابه صح. تساهم منظمه اليونسكو في الحفاظ على التراث المصري والعالمي الاجابه هتبقى صح. اعتاد سكان محافظه اسماعيليه على انشاد السيره الهلاليه، لا يستنى السيره الهلاليه في الصعيد يبقى الاجابه غلط. ساهمت اللغه النوبيه في انتصار الجيش المصري. قال لك ان اللغه النوبيه دي استخدمت كشفره. ان محدش يعرف طبعا اللغه دي غير اهل النوبه بس فقدرنا نستغلها في حرب مجيده اسمها حرب اكتوبر 1973 الاجابه صح الاكلات الشعبيه جزء من التراث الثقافي والهويه الوطنيه اوعى تنسى شم النسيم وهم بياكلوا الاسماك المملحه والبصل ولسه لغايه دلوقتي تراثنا ماشي على نفس الخطى يبقى الاجابه صح يساعد تنوع التراث الثقافي المصري على زياده الدخل القومي طول ما فيه تراث في عادات وتقاليد زي ما قلنا في واحد سيوة جذب السياح هنقول برضك هنا الإجابة هتبقى صح